فأنا بالنسبة لي لو ما اضطريتش اليوم أنا ما كنتش بغنجي هذه الخرجة هذه، ما تقولش يعني ما تخيلوش أنه راه عاجبني الحال ولا أنا فرحانة ولا راني شامتة أنني في أنني غلبت أو كل واحد كيقول. أنا اليوم جيت فقط كان أعطي تبريرات وكان أعطي توضيحات على المغالطات والكذوب اللي كان في ذاك اللايف، لأنه أنت كتقولي ما كتقولي دايرة بك شكاية وهي ما دايرهاش. مرة أخرى كنقول قدامكم، مرة أخرى قدامكم، إلا أنا كنت دايرة بك شكاية خرجي لنا هاد الشكاية وغنتنازل عليها على الدليل. عندي أنا كافية بالنسبة للقدر، القدر قال كلمته، راه كاين دليل، كاين الخبرة اللي دارت على التليفون كاين أكثر منها أخي ها، وكاين اعترافات ديالهم بيناتهم، وكاين داكشي اللي تلقاو في التليفونات ديال الاخرين، حتى ماشي درتو انا بلاتي. والحاجه الثالثه، انت كتقولي بانه القضاء برأك، عطيتهم ثلاثه تهم وخليتي ثلاثه تهم، علاش ما قلتيش لهم ثلاثه تهم اللي قالوا لك؟ علاش قلتي لهم انا راه هنا بسبب فلان؟ علاش قلتي لهم انا راه محاكمه بسبب سعيده شرف؟ ما يمكنش، حنا راه كتضربي في دوله القضاء، كتضربي في المؤسسات. انت متهمة ثلاثة ديال التهم بناء على الابحاث، داكشي كامل اللي دار عند الفرقة الوطنية والخبرات و و و و. والنقطة الرابعة اللي هو كان تسييس ديال القضية، هذا ملف جنحي تلبسي بكل بساطة، ما كندخلوش فيه موضوع الصحراء باش نركبوا على ما يمكنش، كندخلوش موضوع الملحفة وموضوع مشينا ودرنا. فأنا اللي كنطلب من الله، أنا ما عجبنيش هادشي راه قلتها لك، اقسم بالله وربي يشهد عليا ما بغاش لك الحبس، كنطلب من الله سبحانه وتعالى يحقق لك داكشي اللي بغيتي، وبناتك باقين فيا بحال اللي باقين فيا ولادي وفي اي واحد. ولكن انا كنقول لك عدوك هو راسك ماشي سعيده شرف.